اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من هورايزن الغرب المحظور. هسه متابعه هسه مهمة رئيسية ما اتوقع جانبية نشوفها ليش لا. وصلنا اخر مرة كنا هنا تحدث بالاسئلة الحلبة. اردت محادثتي؟ انت تعرفين ان العالم شديد الخطورة بالخارج ومصدره ليس روبوتاتي وحسب. ادعى اودر وهذه حلبة تدريبي تعد افضل مكان للتدرب في جانب الغرب المحظور. اذا ترى من سينتصر في القتال؟ أنت منقذة ميريديان وبطلة الشرق أم الصامدة سيدة الغرب؟ من؟ الصامدة محاربة تيناكث أسطورية سيدة السادة. سمعت أن تيناكث لديهم حلبات تدريب كهذه حيث يكتسب محاربوها قسوتهم. النخبة وحدهم يستطيعون التدرب مع الصامدة. لذا لأجد الصامدة سأبحث عن حلبات التدريب حين أعود؟ ستقطعين مسافة طويلة حيث تيناكث منقسمون إلى ثلاث: ثلاث عشائر وثلاث عواصم وثلاث حلبات تدريب. ستضطرين إلى هزيمتهم إن أردت التدرب مع الصامدة إن لم يقتلك تيناكث عندما يرونك، لكن هذا سيحدث مستقبلاً. أما بالنسبة للحاضر أقدم تحديات لاختبار مهاراتك في القتال. من سأقاتل بالضبط؟ أنت؟ حسناً، أعلم أنك المنقذة وما إلى ذلك، لكن اهزمي الآخرين كي تتحديني. هذه القواعد: نستخدم النصال الكليلة وسهام التدريب وحسب، وإلا سيصيب السكارى أنفسهم بشكل خطير. عليك ترك كل شيء ما عدا رمحك والسهام عند البوابة، لكن سأعتني بعدادك لا تقلقي. إذن ما رأيك؟ جاهزة للتدريب؟ ربما. هذا ما أحب سماعه. حاب القتال. اللاعب انقرض ضد خصوم بشر آخرين في مواجهة تحديات ضد المقاتلين وواجه السيد الحالة في النهاية. اوكي نسمع نتدرب يعني نشوف التدريبات وتفاصيلها يعني. عروض تعليمية. هاي مقفولة تدريب نتدرب هنا ونشوف. نتدرب على التصدي ال شحن الرمح تشارج. ممتاز. هاي حلو. دربنا على القتال. دربنا على اسلوب القتال ونتفادى. لا لا. علمنا على الدوج. علمنا على الدوج والضربات القريبة المدى. معه. هذا خوش تدريب للقتال قريب. ممتاز وجهنا ضربة كسرنا دروعه كلها. قريب نقتله. نهزمه. لا اغلط بها. لحظة الدرع شلون دا يسوي؟ ليش دي تدد دمه؟ لا افهم. شنو المفروض اسوي؟ هان هان تدرب. فعلت يا. اظن هان تدرب. لا اتدرب. نطلع. هسه نكمل المهمة الرئيسية. نشوف موضوع المهمة الرئيسية. نروح للمهمة الرئيسية اول. لحظة مكان المهمة الرئيسية وين؟ لحظة نشوف بس نتأكد وين مكان المهمة الرئيسية. نحو الحافة. اوكي مو بعيد قريب. هاي طبعا القصة الرئيسية عند نروح لها.
كروبوت هناك يمكن. هو روبوت ماتنا يمكن ذاك اتوقع، ما ادري روبوتنا ولا لا. الى اين انت متجه؟ لحظة روبوتنا ايش انهزم؟ خلنا ناخذ الاشبات هاي. هاي شنو هذا؟ روبوت مجلس. لابد انه بريث الباك. ربما اهلك قضى عليه. اوه خنازير. شو والله؟ شوية سريع. أكان تعثرا؟ لحظة اكو شيء غريب. إنها تملأ المنطقة. هناك دوما مطالب. اصمد، سأجد حلا ما. حاول استدراجها نحو الأسلاك. تفعيل المصلات من أجل نفس الأعداء بالضغط باستمرار العين. لحظة خلينا نشوف موضوع العداء شنو ذولا. يضر الحمض ذلك الروبوت. هو يفضل ستيلث. لحظة سهام الحمض خلينا نشوف موضوع. لا 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 لحظة. سهام الحمض هاي نحتاجها. نجهزها. الأسهم نجهزها كاملة، هاي كاملة. أسهم الحمض أهم شيء. نتخفى. هاي فخاخ طبعا لازم ننتبه. اخذ الفرشة العلاجية. حسنا غطاه الحمض تماما. الحمض يظل ينزل من طاقته من الهيلث ماسه. اعتقد راح يهاجمني. راح يهاجمني هاجم. لا 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 ضربة فاضية. لا يلا 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 بسرعة يلا. سوى ضربات. لحظة حمض وجهنا له حمض فعلا. لا انتبه بس. جمده. وجهنا ضربة قاضية. طبعا كلش مهمة ضربة القاضية، كلش مهمة. تفتيش الاستغلالي. هاي الضربة القاضية لحظة مهمة كلش. تطينا للريدة. خلصنا قتلنا دولة. طبعا هيلث مو عادي. ناخذ هيلث. وين هذا؟ قولي يشكرني بس ناخذ نبتة علاجية ونجيك. اوكي يلا. انك صيادة ماهرة، قتلت الاستغلاليين أسرع من قتل فانغارد للبريسلباك. أفراد فانغارد جاءوا هنا؟ أجل، منذ فترة دمروا بريسلباك واتجهوا جنوبا، لكن ظهرت روبوتات الاستغلاليين لنهش الجثة كالعادة، ثم هرب بريسلباك آخر. الأمر جنوني هنا. ذهب أفراد فانغارد إلى الجنوب. ربما هذا الوادي يعج بها، وفانغارد عازمة على التخلص منها. هذا واضح. مهلا يا صهباء، لو ستذهبين لوادي الرعب ستحتاجين قاذف فخاخ. ليس أي قاذف فخاخ، سأصنعه لك مجانا. هلو. مصنوع بجودة عالية. أجل، عملت على التصميم منذ غادرت تشين سكرين. مساحتنا أكبر للتفكير وفرصة أقل للحوادث. اوكي ربطت. اشوف شو الموضوع الحوادث هاي. هل حدث شيء في تشين سكريب؟ كان شخصا. دعني اخمن. اولفند. حين كان لدي مكان كان مهتما ببضاعتي، ضغط علي لخصم اولفند وقلت لا ولم يعجبه ذلك. ليس لدي اثبات،
لكن جراب النقود هذا أحرق ورشتي. علمت أنه يجب أن أبتعد عنه. خلاص هذا. أنا سأتحرك. شكراً على قذف الفخاخ. بينما تطيحين بالبريسلباك، سأتجه إلى أراضي الصيد. أعرفت اختباراتهم لقذف الفخاخ؟ تعالي وجربيها. ربما بعد السيطرة على الوضع، اتجه إيرند إلى الجنوب. سأتتبع أثره بمصلاتي. قذف الفخاخ تطيح وضعيات، وضع أنواع مختلفة من أسلاك التعثر. ارتكاز أولى ثم تصويب. أوكي. ليعلمنا شلون نستخدم الفخاخ مال الفخاخ. حلو، صار عندنا شيء بال هاي السايكل الجديد اللي هو هذا الفخاخ. ضرر الساق بالإضافة إلى تراكم الساق المشاركة في قناة. ممتاز، حلو. خلاص أوكي. مصنع كامل جاهز. تقريبا بس نحتاج النباتات شوية الهيلث. أتوقع نقدر نصيد. لحظة، لا ليه تعب بسرعة. ناخذ العلاج، نحاول القدر الممكن يكون عندنا العلاج كامل. ايه هناك اكو نبات علاج، نتبع الاثر. بس لحظة خلينا نشوف نبات العلاج اول. يلا هذا هو، هسه نتبع الاثر. لازم نظل نتبع الاثر بالمصلاط، نستخدم وضع المصلاط، نتبع الاثر. لحظة، تحديد الاثر. ربما لإيرن وفانغار. لحظة، وين الاثر؟ وين الاثر؟ لحظة، وش بس نشوف هاي الاشياء شنو عندنا؟ جيد، ناخذ هاي الاخشاب وهاي التفاصيل. علاجية. خلاص هذا هو. نرجع لموضوع التتبع الآثار. زين، هي الطاقة. لحظة، هاي في أشياء هنا جد مهمة. حاوية موارد، هاي أخذنا العلاجية. هاي أشياء مهمة أخذوها. عمود الكرافتينج يظل عندنا مستمر الكرافتينج. جيد. زين، هسه العلاجية خلصنا، نحتاج بعد أكثر. تتبع الآثار. زين، أتوقع تتبع الآثار اللي هو هذا بالأزرق. نشوف والله. لا، هاي الموارد بس مو أكثر. زين، هذا اللي يهرب أصلا كل مدة جديدة. زين، تتبع الآثار صاير منه. أوكي، أي هسه عرفت، شفته. هاي الآثار، تتبع الآثار. هذا الروبوت مالتنا دا يهرب. خلينا نفهم ليش. نتبع الاثار بعد بسرعه. بعد الروبوت مالتنا صار هناك بعيد، دير ما ادري ايش. كمل نشوف شنو الموضوع. تفاصيل لطيفه حلوه. انزل هذا كتله. كل شوي يهربني هذا الخنزير. تبع الآثار بسرعة. لحظة. حلو صيد الحيوان، بس ده يهرب مني. لحظة، اكو تبع الآثار، بس اركض هذا الخنزير. قتلنا، ممتاز. خلينا ننتبه هنا اكو هذا البويزن. حلو، حصلنا منه اشياء لطيفة. تبعنا الاثار، هنا اكو سم. يبدو ان الاثار ونشوف. صديق قريب منا الجزء الاول. قاتل الروبوتات. سقط اخر. والان هذا ما تدربت لاجله. لا،
القتال وحسب. إيلوي إيرند. أوه شنو هذا الروبوت؟ أتوقع لازم مساعدة. لازم أن يقطع عليه. ابقى هناك، سأتولى الباقي. لن أتجاوزه الآن. علي الحصول على بيانات من المرجل لو وجدت. لحظة، شنو مو واحد؟ لدى البريسل باك حاويات حمضية ستسبب تفاعلا متسلسلا بسهامي الحمضية. إذا واحد متوجه علي نقدر نتلقى الصامت؟ أي نقدر قتل صامت نقدر نقتله. دفعته. سام حمضية، سام حمضية. وياها الكائنات الطريقة. لحظة وصلنا بعد حمض إذا نقدر. الحمض مهم. وصلنا بعد من هالأسهم. الحمض ضعيف وكلش ضده. بقى هذاك بس حاليا دا يروح ويرجع بس ما ادري ايش يسوي. حتى القتل الصامت توقعت والله ما راح يقتله بسهوله لان هي اعتبر الموضوع نحاول نتخفى بسرعه. المشكله اكو اثنين من هذولا خلي طاقه لان مستوى الطاقه قتل صامت طبعا هستخدم عليه. هو اجا يمي قتل الصامت. لا 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 اضرب الاطلاقات الحمضية مالته. لا دمرته. لحظة هسه نصنع سهام حمضية بعد الاحتياط. اسهم عادية عندنا فوق هذا. اتوقع قضينا عليه. اعتقد قضينا عليهم كلهم. ممتاز. السهام الحمضية كانت فعالة ضد هذولا. هذول أقوياء يعني ترى. لفاف من توفر الآن في مخزونك مفتاح في أسلحتك عبر ترقيتها المغتنمة أو المشترى تحسين أداء أسلحتك. لفافات تحسن مستوى الأسلحة عندنا. جيد. هسا جا وقت الكرافتنج. هذا سوينا لنا كرافتنج أتوقع. العلاجية نحتاج لأن فقدنا يمكن اثنين. من أجل المعركة المقبلة نحتاج هواي كرافتنج. اوكي وهاي اعشاب الهيلث مهمة كلش. صرفنا هواي موارد يعني. هسه حنجي نحكي وياه بس خلينا نشوف الموارد والتفاصيل كلها لان يعني الموارد مهمة يعني. بس خلينا نشوف موضوع الموارد ونرجع له نحكي وياه بعد. شنو اكو؟ اعتقد بعد ماكو شي. اي اعتقد هذا هو. رجع سنحكي وياه ماكو مشكلة. أفضل حالاتي كالعادة. إذا قمت أنت بالصعب بينما تعاملت أنا مع الضعيفين. لأي مدى؟ هذه لا أريد دلوعا. أنا بخير بخير. لا أعتقد أنك قدمتي حتى وادي الرعب لتشهدي تحطميت. ما الأمر؟ لابد أن تنعقد السفارة لأذهب غربا. إيرند، ما قد فعلته وما فعلناه لم يبعد الخطر لكنه أبطأه.
هناك المزيد لإنجازه. حقا؟ هذا رائع. أعني أن جزء التهديد لن ينتهي، فهذا ليس جيد. لكن أياً ما ستواجهينه رمحك ومطرقتي كالأيام الخوالي. إيرند، أحتاج السفارة الآن، لن أنتظر شفائك. سأشفى في يومين. في الواقع حتى لو كنت سليماً، ما ينبغي لي فعله سيكون بمفردي. انفراد. حسناً، هيا. إيرند، لا أريد مقاطعة المشاعر، لكنني متأذ هنا. فلتهدأ قليلاً فأنا قادم. الوضع يتحسن. اسمعي، سأذهب للضوء الكاحل لأتعالج. إن أردت انعقاد السفارة، سنحتاج كاهن الشمس فواديس المثابر. أعرفه. سأنظف الوادي من بريسل باك وأرسل فواديس للضوء القاحل. أراك هناك. أظن هذا يبدو كوداع. آسفة؟ أنت آسفة؟ إنها المرة الأولى. ما مصدر هذا الكلام؟ فقط انسي الأمر فحسب. لا عليك. بدا له معنى. حسناً، إذن تذكرين معركة البرج؟ عندما حلقتي غادرتي دون أي وداع، حتى أمثالي حاربوا وأصيبوا في صفك يا إيلوي، ثم اختفيتي. من قد يفعل ذلك؟ زين، تقدم نقاط لميض لحظات من تشكيلة وجود أفعال عاطفية للاعب، حرية التعبير إلى عن نفسه في حال اختيار هذا. ستقوم إيلوي بمواجهة التحدي بشكل مباشر في حال اختيار العقل البسيط ذات الأسلوب الذكي غير متوقع. زين، اختار البرأي الخيار الثاني. إيرند، موعد وطريقة مغادرتي كان لسبب وجيه. شكرا لهذا. استمع إلي، الحياة على الأرض في خطر وأنا من سينقذها. عما تتحدثين؟ تماماً كما قلت لك، كل الأحياء سوف تموت هنا إن لم أنا أصلح قطعة تقنية صنعها القدامى، والوقت ضيق. أظن أن هذا سبب وجيه. أنا أحمق. إيرند، بحقك. أظنها إشارتي لأذهب معك إلى الضوء القاحل. لا، لحظة، مكان آخر يحتاجك، سننهيه بدونك. زين، هسه نشوف بعد وين وجدتنا. فتش المكان. شنو هذا؟ علينا هذا وحدك، نحن نبطئك. رح ناخذ لا، هاي نباتات ما نحتاجها خلاص. نشوف شنو اكو بعد. عندنا هنا ايتم ناخذه، ضروري ناخذ الايتم يعني. بعد نستكشف المكان نشوف اذا اكو شيء مهم. هاي هنا اكو ايتم هم، المهم ناخذ الايتم حتى نقدر نصنع اسهم. هاي شنو؟ لا، نبتة علاجية بنحتاجها. زين، تهيألي هنا كافي، خلص هذا هو. نشوف وين طريقنا هسه. لحظة نشوف بس وين وجهتنا. وجهتنا هنا ذهب إلى مصدر الانفجارات. مصدر الانفجارات بعيد شوية. لحظة، شنو هاي؟ خليها طاقة. ممتاز، نروح لمصدر الانفجار نشوف شنو الموضوع. بس لو خلينا نتنقل بيها يعني شوية المكان. لا، قريب زين، مو كلش بعيد. نروح ونشوف شنو الموضوع. هذا مكان شنو؟ انزل بالماء. سيبقيني ذلك يقظة. جمع زهور. شنو؟ لحظة، اكو زهور او شيء شفت كأنه. شنو هاي الزهور؟ جمع زهور النهر. حلو،
تفاصيل كلش حلوة باللعبة. صوت غريب. صوت روبوتات. شنو لحظة. هاي روبوتات نفسها. لحظة نجهز الشغلات الحمضية. بعد ما عدنا. نجهز الحمضية. اسمه الحمضية. المحجر الذي ذكره فولس. تخلصت من واحد. ندمرها بسهولة. نضرب هاي العلب الحمضية مالتها تنفجر بها. فالموضوع يكون كل سهل قتلها. بس يحتاج شوية دقة وذكاء. لا ضعوا قضينا عليه بسرعة. شنو كم واحد. لحظة. لحظة الأشياء كانت تختلف. مشكلة. لحظة خلنا نشوف شنو الموضوع. لا ال ضربتهم الدمج مالتهم كلش عالي. لحظة كده نستخدم هاي. ما عندي الحمضية. حاول نجمدها. لا ما جت تبي. لحظة. لا. مشكلة. دمرنا هذا. استهدفنا نقاط ضعفه. اهم شيء نستهدف نقاط ضعفهم ونركز. لا بالقصة. لا حصوني. خلي شوي نحاول. مشكلة. دمرنا هذا. تخلصت من واحد. وين الثاني؟ بعد هذا. قضينا على هذا. سقط واحد آخر. قضينا عليهم كلهم أعتقد. بعد واحد؟ لا. ما أعتقد عندي وقت للفخاخ. احاول والله استخدم فق اذا اجاني. لا ما نجحت فق. نشوف لازم شلون نستخدم الفق. لا جذب من هذا. لا ما يفيدنا هذا. ضربنا عنق ضعفه بس. لازم نستهدف لا. بس نستهدف هاي بس ما ده يعطينا مجال. لا كان راح يهاجمني. ضل يلحق وراي بعد اللي تتكلم. ضربت نقطة ضعفه بعد. الله عليه. هذا هو اخذ المعدن السائل. ناخذ المعادن السائل. لحظة ناخذ المعادن والاشياء والتفاصيل كلها. يعني هو اشياء خسرت. ما اعرف انهم هذول الناس. على اي حال نصنع الحمضي. نصنع هاي. لا هاي ما عندنا. خلاص هذا هو. بس نروح نحاول ناخذ كل الاشياء. زين طبعا سنحكي هذول بس احنا نريد نشوف اول شيء. شنو بقية الأشياء اللي عندنا؟ نقتلنا هواي روبوتات. خير هنا كفاية. نبتات علاجية اكو. زين هاي حالة. هسه مو مشكلة. خلنا نحكي وياها. نشوف شنو الموضوع. لا أعلم لما أنت هنا لكننا نقدر ما فعلتي.
لقد حاولنا انتظار فانغارد، لكن أحد البرسلباك هاجمنا، ومن ثم نشب قتال فجأة. هل الجميع بخير؟ فقدنا أشخاصاً صالحين، كنا لنخسر المحجر من دونك. الوضع الآن آمن. أثناء عمل المحجر ستصاب بالطنين، لكن صفارة تشينسكريب لم تطلق، فعلينا التقاط القطع. زين، نشوف موضوع الصفارة. تحتاجون صفرة لتعملوا؟ أنا وطاقمي مجرد تروس هنا، لا يمكننا العمل قبل إطلاق أولفان، لأننا عملنا دون إذنه سيمنعنا، وقد اكتفينا من المتاعب. ألدى أولفند هذه القوة؟ لديه المال والاتصالات التي تمكنه من محونا للأبد. شعرت أن فرصتنا أمام البريسلباك أفضل. زين، علي الذهاب. احترسوا، بفضلك أنت قد مر اليوم بسلام. زين، قضيت على معظم البريسلباك، والآن إلى تشينسكريب. زين، نكمل ألفند بالأنباء وبوديس أيضا. إذن ربما تقام السفارة أخيرا. خلنا نأخذ شوية آيتم قبل نروح. صارنا هواي أخشاب وهالأشياء، هواي أعصابنا. نحتاج طبعا هيلث. ماكو أعشاب العلاجية هنا؟ نشوف إذا أكو أعشاب علاجية. غالبا ماكو أعشاب علاجية. هاي شنو؟ حلو. زين، هنا أكو آيتم. شنو هاي؟ خلينا نشوف المصطلح، شغل المصطلح نشوف شنو هاي. عارف ما أنا شغل بيها. زين، أي هاي نفس العلاجية. أي تمام، هاي تمام، ما عندنا نقص بيها هواية. هسه نشوف وجهتنا وين. وجهتنا لازم هنا. نرجع للمخيم لازم. هذول كلها دمرناهم بعد ما نمشي. هاي علاجية. سأحتفظ بالمحلول الإضافي لأستخدمه لاحقا. شوي المكان نوعا ما بيبعد. نحتاج شي شوي يوصلنا أسرع، بس ماكو شي لسه. يلا قريب نوصل، ماكو مشكلة. طبعا هاي روبوتات جوابنا ما يحتاج قاتلها. ماكو هاي روبوتات هنا. يطلق ألفند الصافرة وفواديث إلى الضوء القاحل. لحظة، هنشوف وجهتنا وين. لحظة بس هنشوف وين. لحظة، هنشوف وجهتنا لازم وين. لحظة، تحدث إلى ألفند. وين صار ألفند من عندنا؟ كان بدأ بالمشي بالفعل في آخر زيارة لي. ها جوا. هذا هو ألفاند. هذا ألفاند. لا تزالين هنا؟ تخلصتم من البريسلباك. أوه حقا؟ مع تعافيك من صدمتك لنطلق السفارة. على رسلك، تمهلي. علي إرسال شخص يتأكد من قتل الروبوتات للحرص على أن الوادي آمن. لن يتطلب ذلك أكثر من يوم. لا، ستطلقها الآن. حيوات أوسيرام التي نتحدث عنها، التأجيل بالطبع. ستفعلها أو أفعلها أنا. ها، كنت واثقا. رفاق، اجتمعوا. ماذا؟ منقذة ميريديان فعلتها مجدداً. البريسلباك هزموا. أنت؟ ما؟ أطلق الصافرة. تشينس كريب جاهزة للعمل. مرحبا. وافق أولفند على دفع أجور العاملين المفقودة من جيبه الخاص. مرحبا. هكذا أفضل. مرحبا. مرحبا.
أجل، أليس لديك سفارة لتحضيرها؟ أجل، أظن لدي. التجار متاحون لكم شراء المعدات الجديدة وعدم الموارد وبيع العناصر الغير لازمة للتجار. هنشوف بالله موضوع التجار شنو قبل لا نروح. بعودة تشانسكريب للعمل سيكمل التجار عملهم. جيد. سأرى لو لديهم ما يفيد قبل أن أرسل فواديس للضوء القاحل. يفضل معرفة ما أراده حكم كارجا. شنو هاي؟ يبدو أنك تحتاجين متاجرة مع خياط أزياء. انه ما حسيت مهم كلش. هنا شنو عندنا؟ نشوف والله شنو نقدر نطور. ترقية الأسلحة. قاذف، لا مو قاذف، الفخاخ، قوس الصياد. بس زين شنو هاي؟ احضرت لك الأشياء الجيدة لأنك تسببت بانطلاق الصافرة. مهلا، انتظر إصلاح المطرقة منذ أيام. لكنك لم تفعلي شيئا مفيدا مثل ان تتخلصي من روبوتات بريسيبا. خذي وقتك، اعدك انك لن تحبطي. زين هاي شنو هذا؟ هذا بيع وشراء. تعال نجمع موارد. يلا نجي لهذا. عودي باي وقت. هل لا تصلح هذا؟ ساصلح ادواتك لكنني لن اصلحك. زين، تحدث إلى حاكم كارجا. خلاص أشوفه برأيي. هذا هو. تحدث إلى فواديس دوك. لا الفواديس إيه. طريق الضوء القاحل آمن، تحرك. لست إيرند من فانغارد. سأتحرك فقط حين يقول القائد. عندما تخلصت من البريسل باك كانت هذه أوامر القائد. إذن هما بخير. متأذون لكن بخير، وهم الآن ينتظرونكم. لكن أنا يفترض أن أحظى بثلاثة حراس. سأتجه إلى الضوء القاحل كما قالت إيلوي أوامر القائد. ابقى هنا. هنا عند القمامة؟ لا أظن ذلك. أظن أنك ستأتي معي. نراك هناك يا إيلوي. حسناً، والآن انتهى ذلك. يمكن أن تبدأ السفارة أخيراً. إن تمكنت من العبور سأتمكن من تتبع سايلنس. حادث، ربما حتى نسخة غايا. أستطيع الاتجاه إلى الضوء القاحل أو إلقاء نظرة على وادي الرعب، أو لربما أحتسي مع بيترا مشروباً. موضوع بيترا يمكن أشوفه. أشوف وين هي بيترا أصلاً. أعتقد هاي هي بيترا. لا 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 مو هنا. أشوف بيترا وين صارت. قلت لي موضوع احتسال مشروب، يعني احتسوا إياها وراها نروح. ماذا سوف نفعل؟ غريبة. ملداف. يا ملداف، ملداف، أخذت بعضاً من اليخنة الخاصة بك وأبقتني صامداً لأسبوع. شعرت أنني يمكنني إضعاف قوى سترايدر. فلنستمتع بالأمر. إنك حقاً تقدم بعضاً من المؤن المبهرة. ليس مجدداً. ستحصلين على الخصم لكن عودي لاحقاً. لقد خلطت بيني وبين شخص آخر. أولدن قام بإرسالك؟ لا. أوه، معذرة. الأمر أن أتباعه يضايقونني. حتى مشواتي المميزة تلفت. ولأنني في خضم أزمة فربما ستنتقدين لما تريدين. بعضا من طعامك؟ بالتأكيد. نسأل شوية. هل أتباع أولفاند يزعجونك؟ أو أجل،
إنهم يريدون أفضل ما لدي، لكن المعدات التي أحتاج إليها لإعداد أطباقي ليست مخصصة للطهو. ولن أتحدث عن الخصم الذي يأخذونه من أولفند. وإن رفضت؟ أعد وجبات، لا مشاكل. طهوك جعل آخر زبائنك صامداً في البرية. قد أحتاج إلى بعض من هذا. سأسر لتلبيتك، خاصة أنك تطلبين بلياقة مدهشة. لكن مشواتي المميزة لا تعمل. بدونها أنا لن أطهو أياً من أطباقي. أنا أكره تخيل نتيجة إجباري على رفض طلبات أولفند. حتى ولو لدي المكونات الصحيحة فلا شيء لأفعله، إلا لو وفرت بديلاً مؤقتاً لي. إلى ما تحتاج؟ المكونات؟ ستفي بعض قطع اللحم البري وأيضاً كمية من الأوراق بالغرض. بالنسبة للمشواة تفي لوحة معدنية بالغرض حتى أحصل على أخرى. ستجدين واحدة في كومة الاستغلالي إن اتبعت النهر إلى الشمال. اطمئني سأنظفها. ستجدين الخنازير البرية والأعشاب المرة بفرضي أنك صيادة وجامعة ماهرة. شكراً يا ميلدر، سأتابع. إذن هكذا يكون الامتنان. ولا تسمح لأحد باستغلالي. حسناً، كما تريدين. زين، على أي حال نشوف بس طريقتنا وينها. لحظة، هاي أعتقد هي هاي. إنها لعبة قتال. أي قبيلة تستمتع بها؟ أتيت من أجل المشروب؟ تعالي واجلسي. أعطيها مشروبا بسرعة. لم أتوقع أن تمر علينا. منذ متى أفعل المتوقع؟ أنت تروقينني. النار والأنفاس. النار والأنفاس. هذا يخفف عني. ليس الكثير، لكنه سينسيني مشكلاتي لفترة. مثل ماذا؟ لم تعد الأمور سيئة كما كانت، لكن لا يزال أولفن يثير متاعب من أجل هذا المرسوم. إذا لم تضعه جانباً سأريك ما سيؤول إليه ذلك. عامة الآن أنا قلقة على لاجئي مسقط الشمس. سيسافرون ولا يعلم أحد حالهم. لاجئ كرج الظل في وادي الرعب؟ يبحثون عن موطن جديد. عسكروا في مكان ما في الجنوب الغربي، وهنا تكمن المشكلة. طائر عصفي اصطدم بالجروف، وتالاند كلين بروكر ينوي أخذ حطامه، لكن اللاجئين سدوا المدخل. يجب ألا نقاطع طقس ضربة الشمس، تتعلق بمسار الشفق. لم أسمع عن ذلك من قبل. تحديداً كارجا الظل فصيل غريب الأطوار، لكن هم مسالمون. لن يهتم تالاند، سيقتل البعض من أجل الحطام. ربما ستقنعينهم بنقل معسكرهم من هنا. بشأن أولفند، كل ما هنا يتعلق بأولفند. كيف تولى ذلك؟ لقد أتى مبكراً مثل حيوان يشم فريسته. فإعادة بناء الضوء القاحل بالحجارة والأخشاب. دفع رشاوى في أنحاء مين سبرينغ ليعين من سيستثمرون في كل ما هو قيم بوادي الرعب. ولكن مصرفي قبيلتي يعرفون أنها كارجا وملك الشمس بإمكانه التدخل في أي وقت، لذا يريد توقيع الحاكم على مرسوم منح الامتياز. تالي مرسوم، خلينا نشوف شو الموضوع. المرسوم، مرسوم منح الامتياز، ما هو بالضبط؟ وكيف يساعد أولفند؟ إنه لعنة، هذا هو. وثيقة تضع أراضي تنقيب أسرا في وادي الرعب تحت قانونها، حتى على أرض كارجا. أي أرض بها معدن أو حجارة أو أخشاب لن تسترجعها الكارجا. لا مخاطر، سوف تمنع مستثمري كليم من إنفاق شارداتهم وتوسعة أعمالهم. ولأن أولفن له أسهم في أراضي التنقيب سيصبح أغنى من سكرابر في الخردة. يكفي أن تشان سكراب ستصبح تابعة لأسرم، وسيشتري الأصوات لنفسه ليكون الحاكم. إنه ليس سهلاً، ماكر كبير.
ويمارس ضغوطا كبيرة كي يحصل على أصوات. زين هسه هذا هو. إن صعدت للأعلى سأحدث اللاجئين وأقنعهم بالتحرك. أقدر ذلك، حياتهم صعبة وسيجعلها تولاند أصعب. ربما لا يزال طالاً في الشمال. زين هذا هو بعد توجه هسه للقصة. أنا هنا. لحظة. منقذة، أشكرك على وقتك ويؤسفني تحملك ثرثرة أولفند. تحملت الأسوأ، يحاول وضعك في موقف صعب. فكرة أن تدعى كارجا روبوتات بريسلباك تندفع لوادي الرعب إنها فكرة سخيفة جدا. كلما قالها بصوت أعلى حصل على دعم لمرسوم منح الامتياز اللعين. كيف دخلت البريسلباك وادي الرعب؟ لا أحد يعلم، شهدت أول مرة حين أتت من غرب المحجر. لا أعرف ولم أرى كيف طارت أعلى الجبال إلا إذا كان لديها أجنحة. لا مدخل آخر؟ لا أعرف مدخلا سوى الضوء القاحل. اسمعي، إذا عرفت السبب وراء هذا سوف أقدم لك مكافأة ضخمة في المقابل. ساعديني في إخراس أولفند. هذا أول رصد للبريسلباك غرب المحجر؟ طبقاً لما قاله عامل مذعور، قال إن الأرض اهتزت قبل أن تندفع الروبوتات إلى جانب التل، فر من هناك وهرع إلى هنا. مناسب لبدء البحث؟ إذا عرفت الحقيقة ربما يكف أولفند عن لوم قبيلة كارجا عن كل مشكلة، وحينئذ سيركز على إعادة بناء الضوء القاحل بدلاً من ذلك. زين هسه خلاص نتوجه بعد نطلع من المكان نتوجه للمهمة. تمام اصدقائي، لهنا راح نتوقف ونكمل لكم بالحلقة الجاية من هورايزن فوربيدن ويست.